المكاتب العقارية والوساطة العقارية، لقد أصبحت محط اهتمام الكثيرين ممن يريد بيعاً أو شراءً أو رهناً أو استئجاراً مع كثرة التنقل وقلة البيوت. فما هي أحكام الوساطة العقارية؟ وعلى من تجب أجرة الدلال عند البيع أو الشراء، على البائع أم على المشتري؟ وهل يجوز أن تكون أجرة الدلال نسبة مئوية من قيمة العقار؟ انتظرونا يوم السبت في برنامجكم درهم ودينار حتى نتعرف على أحكام الوساطة العقارية في الشريعة الإسلامية.